إكسبا نورث ستار 2024 الأكبر عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين. استقطب معرض إكسبا نورث ستار 2024 يلي بينظمه مركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1800 شركة ناشئة و1200 مستثمر من أكثر من 100 دولة حول العالم. هذا الحدث بيساعد المستثمرين والشركات الناشئة على مناقشة الأعمال المشتركة والتعرف على أحدث التقنيات بمجال الاقتصاد الرقمي العالمي، وبيشكل فرصة هامة لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم ومشاريعهم. وتميز هاي السنة بمشاركة أوروبية تعتبر الأكبر بتاريخ المعرض بعدد شركات تجاوز 350 شركة ناشئة من قطاعات متنوعة، ومع مشاركة العديد من الدول للمرة الأولى مثل النمسا واليونان وإيرلندا وبولندا. الأمر يلي بيعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال بمجال التقنيات الرقمية.